جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين عايز تتعاد. فتخيل وقع ده على الجمهور الإسرائيلي، إن قوة النخبة في الشباك اللي جاي علشان تجمع معلومات علشان تقدر توصل للجنود والضباط المأسورين في غزة بيقع منها قتلى وجرحى وأسرى، وبيتم تصويرهم وعرض أسلحتهم على الملأ. فلما تشوف إن وحدات الشباك المهمة جدا في المخابرات بيتم قتلهم وأسرهم وجرحهم بالشكل ده، ولما تلاقيهم الوحدات المهمة عندهم اللي هي يعني كانوا جولاني وغيرها بيتم قتلهم وأسرهم وبينسحبوا مهزومين من قطاع غزة، كل ده يربك الحسابات الإسرائيلية، يشعل المجتمع الإسرائيلي، يرسل رسائل للعرب وللإسرائيليين وللعالم كله أن هناك مقاومة لا زالت صامدة على هذه الأرض، قادرة على إحداث التغيير، قادرة على إحداث الفارق، سواء في الداخل الإسرائيلي أو في الداخل الفلسطيني. أبو عبيدة هذا حبيبنا، هذا والله يمثلنا كنا يا أستاذ أحمد، رد فينا الأحياء. ليه بيمثلك أبو عبيدة؟ يما يتكلم تحس قلبك كله يرعش، لأن قتلونا هدمونا الحكماء العرب، هما زي سيسنياهو نتاعكم، هذا سامحني أستاذ أحمد، قتلونا، قتلوا كده النخوة خلاص، فلسطين ناس تموت قدامك واضحة يعني. لكن أبو عبيدة رد فينا تقول يا أستاذ أحمد ده نشوفه إحنا حرب تحرير، مش حركة طوفان ولا حاجة، حرب تحرير، والله واضحة الأمور، واضحة منتهي، جيش وهم 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 وهم، هذا اسم إسرائيل وهم، اللي كبروا العرب، الخونة العرب. النهاردة المشهد بروز الكلام اللي بنقوله ده كله بيختصره في كلمتين، قتل عشرات الفلسطينيين امبارح في رفح الفلسطينية، وقتل جندي مصري النهاردة في رفح المصرية، وما بينهما حدود، وما بينهما قاتل متمرس يسعى للإبادة الجماعية الآن في رفح الفلسطينية، وغدا يعلم الله أين يريد أن يمارس سويته في الإبادة الجماعية مرة أخرى، زي اللي حصل قبل كده في مصنع أبو زعبل لما تم قصفه، زي اللي حصل قبل كده في مدرسة بحر البقر لما تم قصفها واستشهد عشرات من الطلاب المصريين، هي نفس العقلية ونفس الفكرة. خلينا أسأل قيادة القوات المسلحة المصرية، انتوا فين من اللي بيحصل في رفح الفلسطينية والمصرية؟ هل يصح اللي طلع يقوله سيادة العميد على قناة الجزيرة ان يا سيدي قتلوا جنود؟ ما هي دي مخالفة، هناخدهم مخالفة ونحاسبهم عليها ويدفعوا المخالفة، لهجة فيها غطرسة وغباء، لهجة فيها هيافة وهوان، لهجة تافهة بتعبر عن عسكري فاضي من جوه، دم ولادك بقى مخالفة، اقتل واحد واقتل مية واقتل اللي انت عايزه مخالفة، طالما الباشا واخد اوامر وعنده عقيدة ان مفيش حرب هتحصل خالف، اقتل زي ما انت عايز تقتل، اقتل العدد اللي انت شايفه انك حابب تقتله، سواء في هنا ولا هناك في رفح المصرية ولا الفلسطينية، وكله في الاخر هيتقيد في خانة المخالفات. يا ترى محتاجين كم مخالفة عشان تفوقوا؟ يا ترى محتاجين دم قد ايه عشان يبقى عندكم دم وتفوقوا وتعرفوا ان الامن القومي المصري ما بيبدأش من رفح ولا من خان يونس ولا من جباليا، بيبدأ من هناك من القدس ومن بغداد. يا ترى هتشوفوا مصلحة البلد دي ولا هتفضلوا عاملين زي المماليك العالة؟ انا عندي رسالة بقول للشعب المصري، البقاء لله بابنكم ودمه في رقابة السيسي والحكومة، وحتى مستكبرين ان هم يقولوا على ابننا اللي توفى ان هو ضابط مصري، ده بيقولوا عنصري. انا بقول له انت رئيس بس على المصريين، خلي عندك شوية نخوة وكرامة، خلي عندك شوية دم، وحسسنا ان في رئيس مصر ماسك البلد. الدور جاي عليكم واحد واحد يا جيش مصر، يا جيش مصر فوقوا، ولادكم بيبيعوا، يا جيش مصر فوقوا يا جماعة، مش كده، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا هبعت بس رسالة كده لأهل ولادنا إسلام وعبد الله والأمهات، والله أنا بهنيكم والله يا أمهات عبد الله وأم إسلام، أولادكم إن شاء الله دول الأبرار، دول الأتقياء، دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق. إنما إحنا عشان نعزي فنعزي الخونة اللي هم خانوا وطنهم وخانوا الأمانة اللي هم فيها، لكن أنا بهنيك يا أم إسلام ويا أم عبد الله، ربنا يجعل
يجعلهم من جنة ويزوجوهم من الحور العين ويبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهليهم. وأنتوا اوعوا تزعلوا، افرحوا وبكل فخر وبكل سرور ورفعوا راسكم، أنتم الأحرار. إنما الخونة هم دولة اللي حط راسهم في الأرض، لأن هم دولة كانوا الأمانة اللي هم ربنا ولهم عليهم. أنا بهني أنتوا والله، يا ريت أنا ابني يروح يستشهد زي ابنكم. فانتوا فخر لينا، وانتوا اولادنا، وانتوا اللي نشيلكوا على راسنا. الاهالي ولاد البلد اللي ماسكين نار البلد بايديهم، اللي وجعهم استشهاد عيالهم شايلينهم على كتافهم وفي قلوبهم، بيدفنوهم وبيدعوا لهم وبيقولوا ان احنا موجودين هنا كشعب، بس الدوله مسجله غياب، النظام مش حاضر، لا في اعلام ولا في رايات ولا في كاميرات للاعلام. الاستاذ نشأت الديه ما جاش، ولا الاستاذ احمد موسى، هم بيروحوا بس لاحمد المنسي والغيره من الشهداء الله يرحمهم. بس ليه التفرقه بين دول ودول؟ ليه النهارده ما شفناش، او امبارح واول امبارح ما شفناش المدفع هو بيضرب طلقات التحية لروح الشهيد؟ ليه ما شفناش إعلام عسكري، وما شفناش جنازة عسكرية، وما شفناش احتفاء بالشهداء؟ دول لابسين كاكي ودول لابسين كاكي، دول قدام القانون واحد، كلهم جندي مجند مقاتل، جندي فدا البلد، اللي واقف على حدودها واللي بيحارب الإرهابي، اللي بيحمي حدها من برة واللي بيحميها من جوه، المفروض إن كلهم واحد. ولسه السؤال، ليه بتفرقوا ما بين الشهداء؟ أبارك لأم أنا أمهات الشهداء. أنا ابني كان نفسه يدخل الجيش ويروح سينا، هو دخل وخلص، بس ما ودهوش نفسه يروح سينا ونفسه يستشهد، وهو ابني في غزة. قلبنا وجعنا، أنا أهلنا في غزة، قلبنا وجعنا. يا رب ارفع عنا، يا رب يا رب انصرهم، مش قادرين نعمل حاجة غير إن احنا ننقلهم، مش قادرين نعمل حاجة. يا رب يا رب قلبنا وجعنا على أهلنا، مش قادرين نعمل حاجة، بس فرج قريب إن شاء الله، إن شاء الله نصر قريب، إن شاء الله دعوتنا على الصعيد يمكرونا ويمكرنا والله خيرنا كريم. اللهم اجعل تدميرهم بتدميرهم، اللهم انصر اخواننا بغزة وثبت اقدامهم وسدد رميهم، اللهم انصرهم، نصرهم هيبقى نصرنا، نصرهم هيبقى نصرنا.